والمشروعات الكبرى خلينا نقول يعتبر حاجة كبيرة جدا وإنجاز مصري كبير مش بس لمصر لكل العالم. كيف ترى هذا الإنجاز وخاصة إن مصر بالتأكيد نجحت قبل كده إنها تقوم بإنجازات كتير تحديدا في مجال الآثار، شفنا مراكب خوفو، شفنا نقل المومياوات، كيف تنظر للاستعدادات والتجهيزات اللي بتقوم بها الدولة؟ هو الحقيقة بنتكلم على مشروع، أنا بعتقد إن هو هيبقى مشروع القرن، يعني هو هيبقى هذا هذه المنظومة الأثرية الحضرية اللي بقالها كام سنة بتتعمل بتهني وإضافات وأثار جديدة، وكل هذه الأثار لما بتتدور قدامنا بشكل هذا المتحف الكبير وحسب سموه الكبير، يعني لأنه مش هيبقى بس كبير في الحجم، هو كمان هيبقى كبير في الأداء بتاعه. يعني تكلمنا عن طريقة العرض وسمعت إيه التكاثر في طريقة العرض، أنا كمان عايز أضيف يا ريت المسؤولين عندنا في وزارة الآثار يضيفوا ده، لو ما كانش موجود، لو كان موجود يبقى هايل، يضيفوا العلامات الإرشادية والكروت الإرشادية لمتحدث إعاقة، يعني مثلا بكتابات فريل، كتابات فريل للمكفوفين. الآن يوجد أكثر من تجربة في مصر زي قصر البارون إيفان، وهي تجربة ناجحة في شرح التاريخ بطريقة فريل واللمس بالنسبة للسادة المكفوفين ومتحدي الإعاقة. نفس الحكاية بالنسبة لمتحف مثلا البريد الفاضل وهكذا. يبقى إذا لو قدرنا نعمل ده العالم كله برضه هيبص علينا باحترام وتقدير، لأن فكرة الاهتمام بمتحدي الإعاقة وصل لحالة راقية جدا عندنا في مصر، وبالتالي دي إضافة كاقتراح للوزارة. طيب أستاذ بسام، وأنت تحديدا يعني مؤرخ وخبير أثري، إذا تابعنا على مدار السنة اللي فاتت خلينا نقول عام كامل من الاكتشافات الأثرية الضخمة وكبيرة جدا بنتابعها على مدار الأيام، اكتشافات يمكن أثرت الحياة الأثرية وكمان السياحية لمصر، هل تتوقع أن هذه الاكتشافات تكون من ضمن الأولويات الموجودة في المتحف المصري الكبير؟ أنا شايف في خلال الأربع خمس سنين اللي فاتوا والدخل غير مطبوخ، أنا راجل بقالي 40 سنة بقرأ تاريخ وفي السياحة وفي الإرشاد السياحي والمحاضرات وكتابة الكتب والتاريخ، أنا شايف إن إحنا في آخر أربع خمس سنين عندنا ثلاث فروع فيهم دخل إيجابي كبير جدا، واحدة الاكتشافات زي ما حضرتك تفضلتي، ومنها اكتشافات أنا كنت بتمناها من زمان، يعني مثلا إحنا ممكن نقول اكتشاف التوابيت في سقارة مثلا، دي حاجة خلت الدنيا كلها تتكلم عن مصر وعن صحراء الصحارى وجبال الصحارى، ده شيء معروف إن مصر القديمة فيها توابيت. عندما نكتشف مقابر تحت الأرض خلى العالم كله يتسلم، وانتقال بعض هذه الآثار إلى المتاحف أو إلى المخازن إذانا بانتقالها إلى المتاحف بعد قرنين خلى العالم كله يتكلم. لكن أنا هقول لك إيه اللي يخليني أنا مثار جدا بالسؤال اللي حضرتك بتقوليه ده، بحيث الاكتشافات ان في خلال الفتره اللي فاتت، يمكن في خلال السنه اللي فاتت بس، تم اكتشاف مدينتين. ايه بقى الاكتشاف عامل ازاي؟ اكتشاف عجيب، اكتشاف مدينه منهم مدينه من اكثر من 3000 سنه في البر الغربي من الاقصر، ولقينا فيها البيوت وارتفاع الأفوار إلى 3 متر وشكل الزجزاج أو الثعبان المسوي للحوائط، لقينا أفران، لقينا أكل، لقينا حياة، لقينا حياة يومية. يعني من الجزئية دي أستاذ بسام اسمح لي يعني أسأل حضرتك في الجزئية دي تحديدا، من الاكتشافات الأثرية في عمليات تنقيب، عمليات استكشاف لكنها بتتم بأيدي مصرية خالصة، إزاي بتقيم هذه عمليات التنقيب والاستكشاف وخاصة إنها بالتأكيد بتعمل رواج سياحي كبير جدا؟ والله عليك كده مظبوط، بقى الجملة دي هي بأيادي المصرية، كنا قعدنا سنين في الماضي نطالب بالجملة دي، وأنا عندكم في ماسبيرو ياما صرخت في الماضي في الإعلام يا جماعة الإيد المصرية لو أخذت فرصتها، وهي أخذت فرصتها خلال السنين القليلة الماضية، فشوف الإنتاج بتاعها عامل إزاي، بقى تلاقي فرقة تنقيب كاملة في منطقة دون الجبل في المنيا، تلاقي فرقة تنقيب كاملة مصرية بتطلع لك زي ما اتفقنا أشياء متفردة. خدي بالك إن أنت تكتشفي اكتشافات
حدثت من قبل فهذا عظيم، ولكن حدث من قبل، لكن لما تعملي اكتشاف متفرد والعالم كله يبدا، يعني مثلا زي القطعه اللي احنا كلنا مستنيين انتقالها الى المتحف الكبير اللي هي القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، كل الدنيا مستنيه هذا الموكب، وانا بعتقد ان يتم عمل موكب زي يوم 3 ابريل زي موكب متحف الحضاره، ويتعمل له السحب الاعلامي الكبير هنا وفي الخارج، ويتم تسويقه سياحيا مع الاخذ بالاجراءات الاحترازيه، لان احنا زي ما احنا شايفين في بلاد فتحت خلاص زي روسيا وغيرها بدأوا يقولوا لك شرم الشيخ، وانا كنت في المتحف المصري عندي محاضره هناك بلقيها، فلقيت عدد كويس من السياح في فتره الصيف اللي هي المفروض في الايام العاديه بتبقى فتره ما تبقاش فيها السياحه عاليه جدا، لكن لقيت مجموعات سياحيه اجنبيه في المتحف المصري للتحرير. ده بيديك شعور بان احنا لو دخلنا على الشتاء والتسويق اللي احنا شغالين فيه دلوقتي مع تسويق لهذه الاكتشافات الحديثه، يعني ايه تسويق؟ يعني انا احضر المدينه بتاعه ضرب الاقصر دي بحيث السائح يمشي جواها، زي ما تروحي مثلا تمشي في مدينه بومباي اللي اصلا البركان ضربها، يعني انت متخيل ان انا هتمشي وسط مدينه البركان ضربها؟ لا انا باجي بوريك هنا بقى قد ايه انا كنت راجل حضاري، قد ايه انا كنت سيده حضاريه في مدينه فيها مباني وتصميمات، عارفه فيها ايه كمان؟ فيها عالم عشوائيه، تخيلي لما تهمتي من 3000 سنه وعملتي اول مدن غير عشوائيه في تصميم بنائي للمدينه، كل الكلام دوت لما السايح يسمعه. واخر حاجه هقولها لحضرتك، لازم وزاره السياحه زي كده ما احنا بنشوف هم نشطاء جدا اليومين دول في عمليه التصوير وعمليه البلوجين وعمليه الانترنت وعمليه الفيديوهات اللي بيعملوها جميله قوي، وانت تقدر تتفرج على الاثر بطريقه الفيرتشوال رياليتي وفكره التخيل الواقعي وكل هذا. ده انا كمان ممكن اصور الحياه اليوميه في مصر القديمه، يعني تبقى دي السياحه لوحدينا. طيب استاذ بسام، يعني الحته اللي كان بيمشي فيها المصري. طب استاذ بسام، الحقيقه المخازن داخل المتاحف فيها عدد كبير جدا من المقتنيات الاثريه اللي جاهزه باذن الله للعرض في الشكل والثوب الجديد في المتحف المصري الكبير بالتاكيد. فكره، هل ممكن نستمد افكار اننا مثلا نصفر هذه القطع الاثريه للخارج لعمل معارض ليها وابهار العالم بيها؟ شوفي هقول لحضرتك حاجه، المعارض الخارجيه بتنصف السياحة عندما يكون نوع من أنواع الوجود العالمي مثلا، كويس؟ فالراجل يروح يدفع تذكرة بيشوف المتحف هناك، لكن لو هو جه شاف الحاجة هنا عندنا في متاحفنا وفي آثارنا وفي مناطقنا الأثرية هيقعد 10 أيام، هيقعد أنا كنت برج السياحي المجاني كنت بقعد 15 يوم بس، فتخيلي ال 15 يوم دول ما بيقطعش تذكرة معبد وخلاص، ما بيقطعش تذكرة متحف وخلاص، لا، ده بيشتري ميه وبياكل ثلاث طقات في اليوم، وبيشتري فرديات، بيشتري عاديات، وينزل وتلاقي الحركة الاقتصادية والعجلة الاقتصادية السياحية هي أسرع عجلة اقتصادية في أي اقتصاد في العالم، الجنيه أو الدولار يطلع من جيب السائح يخش جيب المصري على طول مباشرة. فبالتالي تبص تلاقي في انتعاشة اقتصادية كبيرة جدا عندما تعود عجلة السياحة. فبالتالي أنا من الناس بعد كل هذه السنين في السياحة وفي الآثار اللي ببقى جنب شوية فكرة إن السائح هو اللي يجي يقعد يشغل المصريين، يقول الراجل بتاع الكاريتا بتاع الأقصر هيشتغل، الراجل بتاع الفانوكة بتاع أسوان النوبي الجميل هيشتغل، كله هيشتغل. زائد بقى انا عندي مساحه كبيره في المتحف الكبير، عندي مساحه كبيره في الادين كتير قوي قوي قوي، لسه يعني احنا دلوقتي هنفتح المتحف ان شاء الله في وقته، وبعد كده هيبقى عندي مساحه كبيره ثانيه استفيد منها ايه؟ عندي فكره متاحف السفن دي اللي هي فكره ان انت ممكن تعمل الاثر بس بالاضاءه ذات البعد السباعي. يعني مثلا اذا مصر حباها الله سبحانه وتعالى بقطع اثريه فريده، ومن هنا بتدر عليها عائد اقتصادي، رواج سياحي، مزايا عديده في مختلف المجالات بالتاكيد. استاذ بسام الشماع، وانت المخرج المؤرخ والخبير الاثري، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ بسام، كنت معي عبر الهاتف.